عبد الرحمن باحشوان، أستاذ مساعد في قسم الفسيولوجي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم في أول محاضرة من محاضرات الهيماتولوجي، راح نتكلم عن البلد، راح نتكلم عن الهيماتوبيسيس. المواضيع اللي راح نتكلم عنها، راح نتكلم في البداية عن البلد، إيش هو البلد، إيش هي الفانكشنز حق البلد والكومبوزيشن، المكونات حق البلد. راح نتكلم أيضا عن البلازما، الكونتينت حق البلازما والبلازما بروتينز والفانكشنز. ايضا راح نتكلم عن اللي هو الفورميشن حق البلد سيلز في البون مارو. طبعا راح نتكلم عن الفورميشن حق الريد بلد سيلز، راح نتكلم عن الايرون ميتابوليزم، ايضا راح نتكلم عن الوايت بلد سيل والبليتلتس. في البدايه، البلد ايش هو؟ البلد هو عباره عن فلويد السائل الموجود في السيركيوليتوري سيستمز. الفانكشنز تبعه انه هو عباره عن كاري للسبستنس، او يعتبر زي الدليفري ايجنت للسبستنس، المواد يوديها الى السيلز، ترانسبورت اللي هو الميتابوليك ويست، او خلينا نقول البرودكت حق الميتابوليزم من هذه السيلز الى الاكسكريشن. احنا ممكن نقسم الفانكشنز حق البلد الى اول فانكشن نسميها ترانسبورت فانكشن، اللي عباره عن الفانكشنز حق الكاري، او خلينا نقول اللي هو الحامل. فممكن يكون حامل لايش؟ حامل اول شيء للغازز الاكسجين من اللنج الى التيشوز، ومن السي او 2 من التيشوز الى اللنج عشان تصير لها عمليه الاكسشينج. ايضا هو كاري للسبستنس للفود اللي احنا بناخده، راح يروح الى الجي اي تي يصير له ابسوربشن، فراح يعمل له زي الكاري او الترانسبورت بعد ما يصير له ابسوربشن الى الاورجان عشان نستفيد منها. وايضا راح يعمل اللي هو الكاري حق البرودكت حق الميتابوليزم اللي هي الويست برودكت، يوديها الى الكدني عشان يصير لها اكسكريشن. ايضا كاري للهرمونز، السبستانس اللي هو الفيتامينز، المينرالز اللي لها دور في عمليه الفانكشنز حق السيلز. فهو اول شيء عباره عن كارير لهذه السبستانس. فانكشن اخر، اذا نفتكر احنا من اللايف سايكل تكلمنا عن اللوكوسايت او الوايت بلود سيلز، فهي في لها فانكشن هنا نسميها الديفنسيف او المناعيه، سواء كان عن طريق السيلز، مثال عندنا الفاجوسايتوزيس اللي هي الجرانيولوسايت، او عن طريق اللي هو السيل ميديتد اميونيتي اللي عن طريق التي سيلز، او عن طريق الفورميشن حق الانتي بوديز اللي هي الايمينوجلوبولينز عن طريق اللي هو البلازما سيلز. هذه فانكشن اللي هي الديفنسيف فانكشن. عندنا ايضا فانكشن اللي هي الهيموستيزيس اللي هي عمليه تكون الجلطه، او خلينا نقول لما يكون عند الواحد فيه صار زي الكت في الفيزل او النزيف، فكيف راح يوقف عنده النزيف؟ هذا عن طريق عملية الهيموستيزيس، عن طريق اللي هي الصفائح أو البليتلت، وهذه إن شاء الله راح نتكلم عنها في محاضرة لحالها. في عندنا غير الهيموستيزيس الهوميوستيزيس. الهوميوستيزيس دائما لما نشوف المصطلح هذا بنعني فيه اللي هو to keep the environment constant، يعني خلي environment ثابت، يعني الريت حق البرودكشن مثلا يساوي الريت حق الاكسكريشن وهكذا. فمن ضمن الفانكشنز حق البلود انه لها دور في الهوميوستاسيس. مثال عليها المذكور عندنا هنا اللي هو الريت حق الفلتريشن بين اللي هو الكابيلاريز والانترستيشن. لازم يكون في بالانس بين اللي هو الموفمنت حق الفلويد من الكابيلاريز الى الانترستيشن والعكس. مثال اخر في اللي هو الاسيد بيز بالانس، راح نشوف بعض الامثله له قدام وايضا في محاضره قادمه كيف دور للبلد في عمليه اللي هو المينتنس حق الهيموستاسيس. ايضا دور اخر للبلد عندنا اللي هو في الريجوليشن حق البادي تمبريتشر، مثلا في حالات زياده الدرجه حراره الداخليه الكور تمبريتشر مثلا بعد الميتابوليزم، او مثلا في حالات الانفكشن درجه الحراره الكور تمبريتشر الداخليه زادت. فالبلد له دور انه يعمل زي التوزيع اللي هو التمبريتشر، بحيث انه يوصلها من السنتر بادي او الكور بادي الى البريفرال بادي، بحيث راح يصير عندنا فازو ديلاتيشن ويصير عندنا فلاشينج، فبالتالي التمبريتشر راح يصير لها هيت لوس عن طريق الايفابوريشن، عن طريق اللي هو الكوندكشن او الكونفكشن. فهذا عباره عن وان واي انه البلد كيف يعمل ريجوليشن للي هو البادي تمبريتشر. فهذه بعض اللي هو الفانكشنز للبلد.
احنا لما نتكلم عن مكونات البلد او الكومبوزيشن اوف بلد، لما نجيب تيوب مثلا زي في الصوره هذه ونحط فيه له بلد، بعدين نحطه في الجهاز اللي نسميه الطرد المركزي او السنترفيجيشن، بعد تقريبا 3 إلى 5 دقائق نشوف التيوب صار عندنا، يعني صار فيه له زي الانفصال بناء على اللي هو الكثافه او الدنسيتي. فالمور دنس خلينا نقول الكثافتها عاليه راح تنزل تحت، وهي عندنا هنا السيلولر بارت اللي هي اللي فيها سيلز، وفي عندنا اللي هو النن سيلولر بارت اللي هو البلازما اللي هو اقل في الدنسيتي راح يبقى فوق. هذا عندنا اللي هو البلازما، والبلازما تقريبا راح يكون ما نسبته 55% من التوتال بلد، والباقي عندنا 45% غالبا يكون عباره عن ريد بلد سيل او الاريثرو سايت. اقل من 1% الطبقه اللي في النص اللي نسميها البافي كوت اللي فيها الوايت بلد سيلز، وايضا فيها البليتليت. طبعا هي طبقه صغيره مره، يعني ما ترى زي في الصوره هذه الا لما يكون عندنا كميه دم كبيره فممكن نشوف الطبقه هذه، لكن هي عباره عن طبقه مره خفيفه. طيب احنا قلنا عندنا اول بارت اللي هو البلازما اللي هو 55%. ايش مكونات البلازما؟ عندنا المكونات اللي هي اول شيء عندنا اللي هو الووتر يكون ما نسبته 90%، وفي عندنا الديزولفد سبستنس ما نسبتها 10%، وفي عندنا اللي هو السيلولر 45% اغلبها يكون عباره عن ريد بلد سيلز، وفي جزء منها البليتليت، واقل شيء عندنا اللي هو الوايت بلد سيلز. احنا لو نبغى نشوف مثلا في النورمال ويت اللي يكون وزنه تقريبا 70 إلى 75 كيلوغرام مان، كم نسبه البلد من هذا الوزن؟ تقريبا 10%، يعطينا تقريبا ما بين 5.5 إلى 6 أو 6.5 لتر. هذه كميه البلد، تختلف طبعا حسب الويت حسب الايج وهكذا. لما احنا نبغى نتكلم عن اول شيء عن البلازما بارت اللي هو النن سيلولر بارت اللي شفناه في الصورة أول كان لونه يلو، فهو النورمال نورمالي يكون بهذا اللون، يكون كلير يلو. هنا هذا كلير يلو لكن مع الكيس فيه شوية غباشة، فباين إنه ما هو مرة كلير، لكن هو المفروض يكون كلير يلو. لكن في عندنا فرييشن زي مثلا الصورة رقم 2 هذه، هذا صار لونه تقريبا كأنه أبيض. هذا يكون غالبا لما يكون الليبيد حق الشخص عنده عالي، عنده هايبر ليبيديميا، او انه قبل سحب الدم اكل وجبه عاليه في الفات، فبالتالي صار عنده لون البلازما اخذ هذا اللون. لانه احنا راح نتكلم بعد شويه انه من ضمن الفانكشنز حق البلازما او بلازما بروتينز عباره عن كارير حق اللايبوبروتينز، فهنا راح يعطينا يعني هنت انه ترى هنا في عباره عن هايبر ليبيديميا في السامبل هذا. رقم 3 اللي يكون لونه جرين او اخضر، في له يعني عده احتمالات، قد يكون انفكشن او قد يكون سبب اخر ذكرته هنا اللي هو انكريز السيروبلازمين. السيروبلازمين هذا نوع من الانواع البلازما بروتينز اللي هنتكلم عنها بعد شويه، فهذا عباره عن كارير اللي هو الكبر والنحاس. ففي حالات مثلا زي البريجننسي راح يكون عندنا الزايد فيعطينا اللون اللي هو الاخضر. اللون الثالث رقم 4 اللي هو الاحمر، هذا غالبا يكون في ميكس او كونتيمينيشن مع الريد بلد سيل. احنا نورمالي بسحب الجزئيه اللي فوق اللي هي اليلو، قد يكون في ميكس وفي كونتيمينيشن فيعطينا اللون اللي هو الاحمر هذا. هذه عباره عن فاريشن لكن كلها في النهايه يعني نورمال، او خلينا نقول كان بي يوزد اكسبت اذا كان في عندنا انفكشن. طيب احنا قلنا الكونتنت عندنا 90% منها ووتر، طب باقي 10% ايش هي؟ عندنا 9% اللي هي الاورجانيك سبستنس، اهم شيء عندنا اللي هو البلازما بروتينز، لكن في عندنا النيوترينتس الهرمونز اللايبو بروتينز الويست برودكت. اقل من 1% عندنا الكترولايت زي الصوديوم كلورايد بوتاسيوم وغيرها، عندنا الغازز الاكسجين CO2 والنيتروجين. هذا راح نتكلم ان شاء الله عنه في المحاضره القادمه لما نتكلم عن عمليه الغاز ترانسبورت، لكن عندنا التركيز راح يكون حاليا على الاورجانيك سبستنس وبالتحديد نركز عليها اللي هي البلازما بروتينز. طيب الأورجانيك بلازما كونتينت، قلنا احنا عندنا اللي هو البلازما بروتينز، عندنا النيوترينت والهرمونز واللايف بروتين والويست برودكت. لما نتكلم عن البلازما بروتينز اول شيء يجي لبالنا اللي هو الالبومين اللي هو عباره عن المين او الميجر بلازما بروتين، تقريبا يعطينا ما نسبته 60 الى 70% من كل البلازما بروتين.
في عندنا الجلوبيولينز او في عندنا الفايبرونيجين، الفايبرونيجين، وفي عندنا اذرز مثال عليها اللي تو تكلمنا عليه اللي هو السر وبلازمين، هذا وان اكزامبل راح نشوف بعضها قدام. النيوترينتس، امانو اسيد، البروتينز، الجلوكوز، الفيتامينز وغيرها. الهرمونز، الثيرويد، جلوكاجون، ايضا كارير راح يكون عندنا للسترويد، اللايبوبروتينز، ال دي ال والاتش دي ال، وفي عندنا اللي هي البرودكت حق الميتابوليزم اللي هي الويست برودكت. طيب اهم شيء عندنا احنا هنا اللي هو البلازما بروتينز. بنتكلم عن بلازما بروتينز، في بعضها لها سبيسيفيك فانكشنز وفي بعضها فانكشنز جنرال او نون سبيسيفيك. اول شيء قلنا اللي هو الالبومين اللي تقريبا نسبته 60 إلى 70%. السايت اوف فورميشن تقريبا خلينا نقول 90% فما فوق من البلازما بروتينز السايت اوف فورميشن يكون الليفر. فلما يكون في ليفر بروبلم او ديزيز فمعناته البرودكشن راح يصير يقل للبلازما بروتينز. الالبومين احنا بنتكلم هنا عن سبيسيفيك فانكشن، المين فانكشن حق الالبومين عندنا اللي هو اللي يعطينا اللي هو الانكوتيك بريشر. احنا لما اخذنا سابقا اللي هو عمليه الموفمنت حق الفلويد اكروس ذا كابيلاري والانترستيوم، في عندنا عده فورس وفي عندنا عده بريشر، في عندنا الهيدروستاتيك وفي عندنا الانكوتيك. الانكوتيك اللي هي اللارج بلازما بروتينز، هذه راح تساعد في عمليه الباكورد اللي عمليه الموفمنت للفلويد من الانترستيوم الى الفين الكابيلاريز في جهه اللي هو الفينس سايد. وبالتالي لما يكون احنا عندنا في قل او في عندنا لو في الالبومين ما راح يصير في موفمنت، فراح يصير اكيوميليشن للفلويد في الانترستيوم ويعطينا اللي هو ما يسمى بالاديمه. طبعا هذه ميجر فانكشن اوف البومين، لكن في له فانكشنز اخرى هنتكلم عليها بعد شويه. هنا قلنا اللي هو الجلوبيولينز مجموعه عباره عن اس، فهي عباره عن مجموعه من الجلوبيولينز. في عندنا الفا، في عندنا بيتا، في عندنا جاما. الالفا والبيتا متشابهه في الفانكشن، هي عباره عن كارير يعني حامل، كارير لمثلا اللايبوبروتين زي الالفا 1، كارير ايضا للسترويد هرمون للثايروكسين زي الالفا والبيتا. هذه كلها عباره عن كارير بروتين. السيروبلازمين اللي ذكرناه قبل شويه، الكارير حق الكفر اللي اعطى البلازما اللون الاخضر، يعتبر برضو كنوع من الالفا، الفا 2 جلوبيولين. طبعا هذه الالفا والبيتا السايت فورميشن حقها زي الالبومين في الليفر. لكن عندنا النوع الثالث اللي هو الجاما جلوبيولينز اللي هو عباره عن الاميون جلوبيولينز اللي هو عباره عن الانتي بوديز. فالسايت اوف فورميشن احنا عارفين اللي هي في السكندري او خلينا نقول اللي هي الليمفويد تيشوز اللي هي في الريتيكول اندوثيل سيستم، سواء كان عندنا اللي هو الليمف نود وغيرها. فهنا السايت حق الفورميشن حق الجاما جلوبيولينز اللي هي الانتي بوديز. باقي البلازما بروتين عندنا اللي هو الفايبرونوجين. هذا الفايبرونوجين هو عباره عن واحد من الكلوتينج فاكتور، خلينا نقول هو عباره عن المين فاكتورز في عمليه تكوين الكلوت او الجلطه. فاذا هذا الفانكشن حقته انه يساعد في عمليه البلد كلوتينج. في عندنا انواع اخرى، عندنا مثلا الكلوتينج فاكتورز، احنا عندنا 13 كلوتينج فاكتورز. في عندنا البروثرومبين، هذه كلها تساعد في عمليه برضو الكواجوليشن تكوين الكلوت. في عندنا مثلا السي رياكتيف بروتينز، هذا بروتين يزيد عندنا في حالات الانفلاميشن. فهذه فقط بعض الاكزامبل من الاذر بلازما بروتين اللي تقريبا نسبتها تكون اقل من 1%. عمليه اللي هو الفورميشن حق البلازما بروتين نقدر نقول كانها في حاله الهوميوستيزيس زي ما اللي قلناها قبل شوي، اللي عمليه الفورميشن تساوي عمليه البريك داون او التكسير. يعني لازم يكون مستوى البلازما بروتين يكون كونستانت يعني ثابت. في عندنا هنا مصطلح اللي هو ريسايكل، اعاده الاستخدام، راح يتكرر عندنا هنا في الهيماتولوجي كثيرا، اللي هو ايش عمليه الريسايكل. مثلا لو حصل ديستركشن او مثلا تكسر عندنا البروتين راح يصير له ريسايكل، يعاد استخدامه. هذا اللي هو البلازما بروتينز. فلما عمليه الفورميشن السورس حق البروتينز ممكن يكون من الفود، هذا يعتبر ون من السورس. السورس اخر اللي هو البروتين اللي هو عمليه البريك داون، يعني لما يتكسر الامينو اسيد يعاد استخدامه فيتكون مره ثانيه بروتين جديد. في عندنا واحدة من التست أو التحاليل اللي استخدمها اللي هي نسبة الألبومين إلى الجلوبيلين، عبارة عن ريشيو كم النورمال ألبومين، تقريبا يكون من 3.5 إلى 5.5، وكم النورمال جلوبيلين 2 إلى 4. فالريشيو A على الجي
يعطينا 1.1 تقريبا الى 2.5، هذا هو الريشيو. ليش الريشيو هذا مهم؟ لانه الريشيو هذا ممكن يزيد في حالات ويقل في حالات. احنا قلنا هو عباره عن ريشيو اللي هو الاي على الجي، فلما يكون ريديوس مثلا عندنا الاي اللي هو الالبومين قل او زاد الجي، فاذا هذا الريشيو راح تقل. راح تقل في حالات ايش؟ اول شيء الليفر ديزيز، لما يكون في عندنا مشكله في البرودكشن فراح يقل عندنا اللي هو الاي اللي هو الالبومين. ايضا الكيدني ديزيز، لو كان في مشكله في الكيدني راح تعمل اكسكريشن، الفلتريشن يزيد، راح يطلع عندنا البروتينز من ضمنها الالبومين. في حالات ايضا اللي هو الانفلاميشن الاوتو ايميون ديزيز، هذه راح يزيد عندنا اللي هو الجلوبولين، وبالتالي راح يقل عندنا الريشيو. لو كنا مثلا صار الـ العكس، بدل ما يقل الاي زاد الاي، وبدل ما يزيد الجي قل، فبالتالي راح يزيد عندنا الريشيو هذا. فالغالب الكوز يكون في الجي او الجاما جلوبين، يقل نسميه هايبو جاما جلوبينيميا، في حالات غالبا اميون ديفيشنسي سواء كان اكوايرد او كان جينيتيك، مثلا في ابنورماليتي في عمليه البرودكشن حصل في ميوتيشن فيقل عندنا البرودكشن للجاما جلوبين، فراح يقل عندنا الريشيو. في حالات بلاد كانسرز احيانا ممكن يكون افكت البي سيلز، وبالتالي البرودكشن راح يقل للجاما جلوبين، فراح يقل عندنا الريشيو هذا. احنا تكلمنا قبل شويه قلنا اللي هي سبيسيفيك فانكشنز، احنا قلنا في عندنا بعضها لها علاقه بالانكوتيك بريشر، بعضها لها علاقه بالكلوتينج. الكارير فانكشن تعتبر يعني كومون، يعني خلينا نقول ما هي سبيسيفيك لشيء معين. كارير احنا قلنا الالفا البيتا جلوبين تعتبر كارير، بعضها الهرمونز الفيتامينز الليبيد، ايضا للايونز عندنا مثال الالبومين. الالبومين يعتبر تقريبا 50% من الكالسيوم كارد في الالبومين، فهنا فانكشنز اخر الالبومين عباره عن كارير بروتين. الكبر اللي هو النحاس، احنا قلنا انه السيروبلازمين هو عباره عن كارير اللي هو الكبر، ففي عندنا كارير فانكشن للبلازما بروتين. انزيماتيك اكتيفيتي، مثال عليها اللي هو الالفا 1. احنا لو نفتكر في حالات بدايه الترم تكلمنا عن حالات الريسبيريشن والسي او بي دي، كان في عندنا ديزيز اسمه الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. الالفا 1 انتي تريبسين هو عباره عن انزيم او خلينا نقول بروتييز يمنع عمليه الالاستيز، يعمل انهيبيشن. فهذا نوع من الالفا 1 انتي تريبسين، يعتبر نوع من البلازما بروتين، فلما يصير له ديفيشنسي او يقل راح يزيد عندنا الالاستيز ويقل عندنا الالاستين في اللنج، وبالتالي راح يدينا الى ديس اوردر في اللنج، مثال عليها السي او بي دي. فهنا اللي كنت بقول انه الالفا 1 انتي تريبسين يعتبر نوع من البلازما بروتين. في عندنا فانكشن اخر للبلازما بروتين اللي هي البفر، البي اتش بفر ميكانيزم. احنا عارفين احنا البي اتش حق البلد النورمال يكون عندنا من 7.35 الى 7.45، فهنا في دور للبلازما بروتين في عمليه اللي هو تخليه كونستنت. وهنا قد يكون في اختلاف طفيف عن الموجود عندكم. الموجود عندكم عباره عن اكزامبل، او خلينا نقول معادله للاكزامبل للبفر سيستم، فقط عباره عن اكزامبل عام، لكن انا هنا جبت المثال الاقرب للموضوع اللي هو البلازما بروتين. فاحنا نتكلم عن البلازما بروتينز عباره عن بروتين، فلما يتكسر البروتين والامينو اسيد راح يعطينا الاستراكشر حقه الى تو جروبز، اللي هو الكربوكسيل جروب اللي هو سي او اتش، والامينو جروب اللي هو الان اتش 2. فهذه تلعب دورين، يعني اذا كان في حالات الالكلوزز يعني قل عندنا الاتش، فبالتالي هنا ممكن يشتغل عندنا البلازما بروتين فتعطي دونيشن للهيدروجين في السولوشن. السولوشن عندنا هو اللي هو البلازما، بالتالي راح تعطي دونيشن للاتش راح تقلل الالكلوزز. والعكس اذا كان عندنا اسيدوزز في زياده في الاتش اللي هو الهيدروجين راح تعمل اكسبت تاخذ الهيدروجين، فراح يصير عندنا ان اتش 3. هذه عبارة يعني example لأنه كيف البلازما بروتين ممكن تتحكم أو تعدل في الـ pH عن طريق سواء accept أو donation اللي هو الهيدروجين، سواء حالة الكلوزيز ولا حالة الأسيدوزيز. طيب رجعنا للشريحة هذه، احنا قلنا عندنا البلازما أو خلينا نقول content حق البلد عندنا اللي هو البلازما تكلمنا عنه، باقي عندنا اللي هو cellular part أو component. عندنا قلنا الريد بلاد سيل هي المين، في عندنا الوايت بلاد سيل اقل، وفي عندنا اللي هو البليتلتس.
التركيز في المحاضر هذا راح يركز على الريد بلود سيل او الاريثروسايت. البليتلت راح امر عليها سريعا لانه سبق وانا اخذناها في الترم الاول في اللايف سايكل، معلش اللي هي الوايت بلود سيلز اللي هي اللوكوسايت. البليتلت ان شاء الله راح يكون لها محاضره بالهيموستيز راح نفصل فيها، لكن التركيز راح يكون عندنا على اللي هو الريد بلود سيل. عمليه البرودكشن للبلود سيل سواء كان الريد ولا الوايت والبليتلت نسميها عمليه الهيماتوبيوسيس. هيماتو معناته زي ما الهيماتولوجي عباره عن بلود، بيوسيس عباره عن فورميشن تكوين، فهي عباره عن بروسيس اوف فورميشن اوف بلود سيلز كلها سواء ريد ووايت وبليتلت. فين المكان؟ مكانها في البون مارو. احنا لو نفتكر من الاناتومي البون مارو عندنا نوعين من البون مارو او تو تايبز اللي هو الريد واليلو. اليلو اللي هو عباره السايت حق الستورج حق الفات والفورميشن حق البون سيلز والكارتليج وهكذا. وفي عندنا نوع اللي هو الريد بون مارو اللي هو السايت اللي يكون فيه عمليه الهيماتوبيسيس. في مكان الريد بون مارو في البون يختلف اذا كنا احنا طبعا حسب العمر الايج في تقريبا بعد الولاده يكون تقريبا كل البونز تكون عباره عن ريد بون مارو فيكون الفورميشن فيها عالي. خلال عمليه النمو والزياده في العمر راح يبدا يقل اللي هو الريد بون مارو ويصير له ريبليسمنت باللي هو اليلو بون مارو. فيصير عندنا الريد بون مارو اللي هو السايت اوف فورميشن غالبا يكون محدود في اطراف البون اللي نسميها الابيفيسز، والباقي يكون عباره عن يلو بون مارو. طيب ايش هي السيل او المذر سيل المسؤوله عن عمليه الفورميشن حق البلد سيلز؟ اللي هي الستيم سيل، الهيماتوبيوتيك ستيم سيل اللي نسميها بلوريبوتنت. بلوريبوتنت يعني عباره انه عندها خاصيه انه ممكن تعطي ديفرنت تايب اوف سيل، يعني ممكن تعطيك وايت بلد سيل، ممكن تعطيك ريد بلد سيل، ممكن تعطيك البليتلت. هذه هي عباره عن اللي هي الهيماتوبيوتيك ستيم سيلز اللي هي الخليه اللي فوق الموجوده في راس الرسمه هذه. طبعا هذه ممكن تروح في مسار نسميه الميلويد او في مسار الليمفويد. طبعا الليمفويد عندنا اللي هو البي والتي سيلز، وفي عندنا الناتشورال كير سيل. الميلويد في عندنا اللي هو الجرانيولوسايت اللي هي نيتروفيل والبيزوفيل والايزينوفيل، وفي مسار اللي هو الاريثروسايت اللي هو الريد سيل، ومسار اللي هو الثرومبوسايت. ايش اللي يخلي الستيم سيل تمشي في هذا المسار او تمشي في هذا المسار وتروح الى الاريثروسايت او تروح الى البليتلت؟ عباره عن ميدياتورز، سواء كانت سايتوكاينز سواء كانت عن هرمون او كانت هرمونز، هي اللي تتحكم مثلا تخلي الستيم سيل يمشي تمشي في هذا الاتجاه او في هذا الاتجاه، وراح نشوف عليها اكزامبل قدام في الاريثروسايت. طيب احنا قلنا السايت حق الهيماتوبيسيس اللي هو الريد بون مارو. طبعا هذا يكون الريد بون مارو من بعد الولاده الى ما شاء الله. طب قبلها خلال فتره البريجننسي في اختلافات. لما يكون في الفيرست والسكند ترايمستر، في الفيرست ترايمستر غالبا يكون اللي هو اليوكساك، بعدين واحنا ماشيين الى السكند ترايمستر راح يبدا يطلع عندنا السبلين ويطلع عندنا الليفر، وفي الثيرد ترايمستر نهايات الترايمستر وخلنا نقول قرب الولاده راح يصير عندنا المين سورس اللي هو عباره عن اللي هو البون مارو. بعد الولاده راح يستمر بيكون في اي بون، يكون في تقريبا كل البونز. في حالات اللي هو الاطفال سواء قبل الولاده او ايرلي بعد الولاده يكون في كل البونز، بس كل ما تقدمنا في العمر راح يبدا يقل عدد البونز او فين عمليه التكوين تقل، تصير ما هي كل not all the bones can form اللي هو blood cells. فعشان كذا احنا نكون في الادلت راح يصير عندنا الريستريكتد يكون في الفيمر وفي الهيومرس وايضا في الفلات بونز مثال اللي هو ستيرنم والفرتبري والريب. ففي ريستريكشن في الاماكن اللي يكون فيها الهيماتوبيسيس كل ما تقدمنا في السن. احنا قلنا عندنا التركيز راح يكون على اللي هو الريد بلاد سيل او مسمى اخر لها الاريثروسايت. اريثرو معناتها ريد وسايت عباره سيلز، فبالتالي عباره عن الريد سيلز. فالاريثروسايت زي ما احنا شفنا من السيلولر كومبوننت هي عباره عن المين او الموست نمبرس، هي اكثر بلاد سيل وهي الموست دنس، عشان كده نشوفها احنا في تحت التيوب. الفانكشن حق الريد بلاد سيل او الاريثروسايت المين فانكشن عندها اللي هي الكاري، كاري للاكسجين من اللنج الى التيشو، وكاري السي او 2 من التيشو الى اللنج عشان يصير لها عمليه الاكسجينيشن. طيب لما نتكلم عن الريد بلاد سيل هذه
كيف شكلها او كيف مقاسها؟ هي شكلها كروي لكن ما هو فل كروي، عباره عن ديسك، يعني خلينا نقول زي الكوره لكن فيها زي النتوء على جوه، داخل على جوه، فعشان كذا تحت الميكروسكوب نشوفها فيها زي اللون الابيض، نسميه سنترال بلور، هذا هو بسبب النتوء او خلينا نقول الدخله على جوه. اهميه الشيء هذا ايش؟ اول شيء راح يزيد عندنا السيرفيس اريا، يعني لما يكون عندنا في زي النتوء على تحت راح تزيد عندنا اللي هي السيرفيس اريا، عشان احنا المين فانكشن زي ما قلنا اللي هي الكاري، فكل ما زادت السيرفيس اريا كل ما زادت الاماكن اللي تعمل كاري او كاري يعني او بايندينج للاكسجين، راح يزيد عندنا الافيلابيلتي حق الهيموجلوبين عشان يصير بايند للاكسجين. وايضا فانكشن ثانيه مهمه احنا عارفين اللي هو الريد بلاد سيل تمشي خلال الفيزلز حتى في الكابيلاريز تكون ضيقه جدا، فكيف راح تمشي الريد بلاد سيل خلال اللي هو النرو كابيلاريز؟ الشكل هذا راح يساعد انه يخليها تقدر يصير لها زي سكويز او تنعصر جوه اللي هو النرو كابيلاريز، فتقدر تغير الشكل حقها الى مثلا حسب الكابيلاريز، عشان كذا نسميها دي فورمبل، يعني قابل انه تغير شكلها بناء على اللي هو الطريقه الضيقه خلينا نقول الكابيلاريز اللي هي ماشيه فيه، فهذا راح يساعدها اللي هو البايكونكيف ديسك يساعدها في هذا الشيء. ايضا هي ما فيها اي نيوكليوس، ايضا تقريبا معظم الاورجانيلز ميتوكوندريا وغيرها ما هي موجوده في هذا السل. يقال انه عشان لو كانت موجوده فبالتالي راح يقلل من الهاي سيرفيس اريا، مثلا راح تاخذ مساحه من الهيموجلوبين وهكذا، فعشان كذا هذه ون اوف ذا فيتشرز، او خلينا نقول ليش ما في نيوكليوس، انه راح تساعدها او خلينا تساعدها في الفانكشن، راح تزيد عدد الهيموجلوبين، راح تصير في زي المساحه للهيموجلوبين. وايضا انه اذا كان في داخلها نيوكليوس وهكذا راح تصير كانها شويه ريجيد، يعني ما تقدر تصير لها سكويز، فهي طالما انها فاضيه من النيوكليوس والاورجانيلز راح يساعدها في عمليه السكويز. السايز حقها الدايمتر حقها تقريبا من 7 الى 7.5، عندنا اللي هو ثيكنس 2 مايكرومتر، يعني بحجم المايكرو حجم صغير جدا. هذه الابعاد نسميها نورمو، من النورمال نورمو سايت، اذا قل عن 6 نسميه مايكرو سايت اللي هو الدايمتر حقها، واذا زاد عن 9 نسميه ماكرو سايت او ميغالو سايت. هذه بعدين في انواع الانيميا راح تفرق معانا ايش، يعني اذا كان مايكرو سايت يكون غالبا نوع معين من الانيميا، اذا كان نورمو اذا كان ماكرو سايت. زي ما احنا قلنا الهيماتوبيوسيس هي عمليه الفورميشن حق البلد سيلز، كلمه بيوسيس قلنا احنا هي عباره عن اللي هو الفورميشن، فلما نحط قبلها كلمه اريثرو بالتالي راح يصير عمليه ايش؟ الفورميشن حق الاريثرو سايت. نفس الكلام اللي ذكرناه اللي هي عندنا الستيم سيلز هي المذر سيل، راح تمشي في هذا الاتجاه في اتجاه الميلويد، بعدين في اتجاه الاريثرو سايت، وفي كذا ستيج هنا الى ان نوصل لمرحله الماتيوريتي او النضوج. عشان تمشي في هذا الاتجاه ايش المدياتورز؟ احنا قلنا في عندنا مدياتورز مثلا سايتوكاينز، مثلا انترليوكين 3 فور اكزامبل، الماكروفاج كولون ستيميليتنج فاكتور، هذه تساعد في مرورها في هذا الاتجاه. ايضا اهم شيء عندنا مدياتورز، اهم واحد اللي هو الهرمون نسميه اريثروبايوتين هرمون، هو الهرمون اللي راح يشتغل على الستيم سيلز يوجهها بهذا الاتجاه. ايضا يساعد في الايرلي سيلز الاميتيور، يساعد في عمليه اللي هو الديفيجن الميتوزيس، عمليه البروفريشن والماتوريشن، فهو عباره عن المين ميدياتور او كنترول للهيمات او الاريثروبايوسيس اللي هو الاريثروبايوتين هرمون. هنا رسم اخر للستيجز للاريثروبايوسيس، احنا قلنا بدايه عندنا اللي هو الستيم سيلز في البدايه، بعدين في عندنا مرحله اللي هو كوميتد، يعني خلاص صارت في طريق اللي هو الاريثرو سايت. المرحلة الأولى نسميها البرو إريثرو بلاست، دائما لما يكون عندنا كلمة بلاست معناته إيرلي أو إيماتيور سيل، وبرو أيضا تكون إيرلي أو إيماتيور، فبالتالي نسميها هذه فيري إيرلي ريد بلاد سيل نسميها برو إريثرو بلاست. مع الميدياتورز مع الهرمون إريثروبايتين راح يصير لها ديفيجن وماتيوريشن بهذا الاتجاه. بعدين بعد ما كانت مرحلة البرو إريثرو بلاست تروح مرحلة الإريثرو بلاست، صار لها شوية ماتيوريشن early late erythroblast، بعدين وصلنا لمرحلة النورموبلاست سواء كان early أو late، بعدين مرحلة الريتيكولوسايت، وآخر مرحلة اللي هي الإريثروسايت اللي هي الماتيورسل. لو نلاحظ إحنا من early cell يكون حجم السيل مقارنة بالأخيرة يعني كبير، فبالتالي هي كل ما يصير لها maturation حجمها رح يصغر،
وايضا راح نلاحظ انه في البدايه راح يكون فيها سنترال نيوكلس، فيها نيوكلس، لكن لما نوصل لمرحله النورمو بلاست النيوكلس راح تطلع. فبالتالي عندنا الماتيور الاريثروسايت ما فيها نيوكلس، لكن اللون الغامق هذا هو عباره يعني اكزامبل اللي قلناه اللي هو السنترال بلور اللي هو عباره عن نتوء الى الداخل، هذه ما هي نيوكلس. وايضا في البدايه يعني تحت الميكروسكوب راح نشوف عباره عن دارك سيل، السيتوبلازم حقها دارك، لانه يكون فيه اللي هو الاورجانيز اللي تكلمنا عنها، بس از وي جو بهذا الاتجاه راح تبدا تقل عندنا الاورجانيز، يقل عندنا الحجم، اللون عندنا راح يصير افتح الى ان نوصل لمرحله اللي هو النورموبلاست. هنا راح تطلع النيوكليس مرحله النورموبلاست، يعطينا مرحله ما قبل الاخير نسميها الريتيكولوسايت، هي عباره عن almost ريد بلود سيل، لكن الاختلاف انه من اسمها الريتيكولوسايت، ريتيكولو معناتها زي ريتيكولر يعني عبارة عن مش موجودة تحت الميكروسكوب على شكل يعني سيلز، ولكن في داخلها زي الشبكة، هي عبارة عن ريبوسومال ار ان اي، يعني فيها بواقي شوية من ريبوسومال ار ان اي، هذه نسميها اللي هو ريتيكولوسايت. بس لما الريبوسوم ار ان اي خلاص تروح، صارت الان عندنا ماتيور اللي هي الاريثروسايت. فاحنا المفروض في النورمال في البريفرال بلد نشوف فقط اريثروسايت، الريتيكولوسايت ممكن نشوفها بأقل من 2% فقط، أما الباقي هذه المفروض ما نشوفها في التحليل حق الدم أو في البريفرال بلد، نشوفها في حالات يكون في أبنورماليتي، راح نشوف إكزامل عليها في محاضرة اللي هو البلد جروبينج، اللي هي نسميها إكسترا ميدلري إريثروبيسيز، اللي هي عملية الفورميشن حق الريد بلد سيل، بس ما يكون في البومرو، يكون خارج البومرو، الليفر سبرين وغيرهم. وهذه يكون في لها أسباب، يكون في نيد، في حاجه للريتروسايت، وبالتالي البون مارو ما هو قادر يجمع يطلع السيلز، وبالتالي راح تشتغل عندنا سبلين، تشتغل عندنا الليفر، راح تطلع بكميات كبيره، بس ما راح تطلع اللي هو الفولي ماتيور سيل، راح تطلع بسرعه على السيركيليشن، راح نشوف الريتيكولوسايت زاد عندنا اكثر من 2%، ممكن نشوف النورموبلاست. هذه في حالات ايش الابنورمال اريثروبيسيس، او نسميه الاكسترا ميدلري اريثروبيسيس. عندنا ايضا من ضمن المواد المهمه عندنا في عمليه الفورميشن حق الاريثروسايت اللي هو الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد، هذول مهمين في عمليه اللي هو البروفايلنج اللي هو النيوكليك بيز اللي هي قواعد النيتروجين اللي هي السيتوزين والادينين والثايمين، فهذه مهمه في عمليه اللي هو توفيرها، فبالتالي مهمه في عمليه اللي هو الديفيجن والبروليفريشن، فبالتالي اذا ما كان عندنا فيتامين بي 12 ما كان عندنا فوليك اسيد ما راح يصير لها بروليفريشن. وفي عندنا اللي هو الايرون اللي هو الحديد اللي هو عباره عن جزء من الهيموجلوبين اللي راح نتكلم عنه فيما بعد، ايضا مهم انه في هذه المراحل الاخيره راح يجي الايرون يدخل في او خلينا نقول يدخل في تركيب الهيموجلوبين اللي هي في مرحله الريتيكولوسايت، ويكون موجود في المرحله الاخيره اللي هو اريثروسايت، اللي راح نشوف اهميته او طريقه الكاري حقه للاكسجين كيف في المحاضره القادمه ان شاء الله. طيب ايش الفاكتور اللي يتحكم في الاريثروبيسيس؟ قلنا اهم شيء عندنا اللي هو الاريثروبيتين، عباره عن هرمون سكريتد مينلي بالكيدني، جزء بسيط بالليفر، لكن هو المينلي الكدني. تكلمنا عنه، قل هو يشتغل على الستيم سيل، يشتغل على الايرلي اماتيور سيل، يساعد في عمليه البروفريشن الديفيجن والماتوريشن. الاستيميليشن ايش اللي يعمل له استيميليشن للبرودكشن حق الاريثروبيتين؟ في عندنا هرمونز، في عندنا اكثر من سبب، لكن السبب الرئيسي عندنا الاستيميليشن هو عباره عن الهايبوكسيا اللو اوكسجين. متى يكون عندنا هايبوكسيا ولو اوكسجين؟ فور اكزامبل حصل فيه هيموريج، حصل فيه نزيف، كمية البلد قلت، كمية الهيموجلوبين قلت، وبالتالي كمية الأكسجين قلت، وبالتالي راح يزيد عندنا برودكشن حق الإريثروبيتين في الهاي ألتيتيود، في المناطق المرتفعة تركيز الأكسجين يقل في الهواء، وبالتالي الواحد بيتنفس كمية أكسجين قليلة، فبالتالي راح يكون عندنا زي حالة الهايبوكسيا. في حالات اللنج ديسيز which interfere with diffusion، مثلا في حالة COPD راح يكون في عندنا هايبوكسيا، فهذا راح يصير عندنا ستيميليشن للاريثروبيتين. وفي الناس اللي هم الاثليت والهارد وورك راح يكون في عندنا الوت اوف اكسرسايز وحركه كثيره، فبالتالي يكون في نيد، في هاي نيد للاكسجين، فبالتالي راح يكون في عندنا زي ستيت اوف هايبوكسيا، وبالتالي راح يزيد عندنا برودكشن حق الاريثروبيتين. هذا اول فاكتور. وفي عندنا استخدامات للاريثروبيتين، يعني ممكن
إذا فهمنا أهميته والاستيمولس حقته ممكن نستنتج الاستخداماته حقته، ممكن يكون عبارة عن ريبليسمنت، نستبدل مثلا في حالات الكرونيك رينال فيلير البرودكشن حق الإريثروبيتين ممكن يكون ما في أو كمية قليلة، فبالتالي ممكن نعطيهم في هذه الحالة. في الناس المالجنسي، المالجنسي ممكن يأثر على البرودكشن أو ممكن يأثر على البومر، وبالتالي ما راح يصير فيه إريثروبيسيس، فإحنا ممكن نعمل ريبليسمنت نساعد عملية الإريثروبيسيس. في الـ HIV، الـ HIV راح يزيد عندنا عملية اللي هو الديستركشن حق الـ والهيموليسيس حق الريد بلاد سيل، راح يصير عندنا أنيميا، فإحنا ممكن نعطي الإريثروبيتين سبورتيف مثلا في الناس اللي عملوا لهم الراديوثيرابي علاج الإشعاعي أو الكيموثيرابي والترانسبلانتيشن، في هذول الناس يكون البون مرو يكون سبريست، فإحنا ممكن نعمل إيش سبورتيف نساعد في عملية إريثروبيسيس. أوجمنتيف في هذه الحالة إحنا نبغى نزيد الهيموجلوبين أبف اللي هو النورمال أو الفسيوجيكال ليفل، مثلا في حالات السيرجن إحنا متوقعين راح يكون في عندنا بليدينج وإحنا نحتاج نزيد عملية إريثروبيسيس، وبالتالي ممكن نعطي الإريثروبيتين. أيضا في حالات لما يكون عندنا بلاد ترانسفيوجن كانت بي جيفن، ممكن يعني ون واي اوف انه يساعد الشخص هذا في زياده الهيموجلوبين، فممكن احنا ايش نعطي اللي هو الاريثروبيتين. بالاضافه للاريثروبيتين عندنا اللي هو الايرون، الايرون مهم جدا في الريد بلاد سيل تحديدا في الهيموجلوبين. قبل ما اتكلم عن الايرون اتكلم عن البروتين. احنا الحين عندنا الهيموجلوبين عباره عن هيم جلوبين، الجلوبين هو عباره عن البروتين بارت، فبالتالي احنا نحتاج مهم جدا في عمليه الاريثروبيسيس اللي هو البروتين، ممكن من الدايت او من الكلام اللي ذكرناه انه عمليه البريك داون والريسايكل اللي هو الامينو اسيد. بعدين عندنا الايرون اللي هو الهيم بارت من الهيموجلوبين. فين اماكن الاستورج او فين نشوف اللي هو الايرون في البادي؟ رقم واحد اللي هو ما نسبته 65% اللي هو الهيموجلوبين، راح نشوف انه غالب الايرون في البادي موجود في الهيموجلوبين. 30% موجود كستورد او مخزن في الريتين، ممكن يكون غالبا يكون في الليفر بس ممكن نشوفه في اماكن ثانيه في المصل في الاسبلين وغيرها. باقي النسبه الاخيره 5% ممكن يكون في اللي هو نسميه اللي هو المايوجلوبين. المايوجلوبين مايو معناته مصل، فبالتالي هو عباره عن خلينا نقول الهيموجلوبين حق المصل، هو عباره عن اللي هو المولكيول اللي يعطي الاكسجين للمصل، ففي له ايرون، فهذا يعتبر ما نسبته 4%. في عندنا 1% اللي هو السيتوكروم اوكسيديز، هذا لو نفتكر من البايوكيمستري عمليه البرودكشن الاي تي بي عن طريق الميتوكوندريا تحتاج الى عده ستيبس او عده بروسيس انزيمز، واحد من الانزيم اللي هو السيتوكروم سي اوكسيديز، هذا في له يعني زي البايندينج سايت او له مكان معين يمسك فيه الايرون عشان يعمل ستيميليشن للانزيم هذا، فهذا ون اوف ذا سايت اللي هو تقريبا 1% نشوف فيه الايرون، ونسبه ضئيله مره موجود في البلازما. طيب مهم جدا نكون عارفين اللي هو الايرون ميتابوليزم، ايش يصير الايرون او كيف الباثوي او المسار حق الايرون. احنا دحين السورس حق الايرون عندنا في تو سورسز، اول شيء اللي هو الدايت ناخذ من الاكل، السورس الثاني اللي هو من الاولد ريد بلاد سيل تصير لها زي الديستركشن، فراح نعمل ريسايكل للبروتين، نعمل ايضا ريسايكل للي هو الايرون. احنا خلينا دحين في الدايت اللي ناخذ من الدايت الايرون يجي الى الاستومك يكون على شكل فيريك اللي هو عباره فيه عن 3 الكترونز الفيريك، عشان نستفيد منه لازم نحوله الى اللي هو الفرس اللي هو عباره عن 2 الكترون او نعمله زي الريدكشن. ايش اللي يساعدنا فيه؟ راح يساعدنا عندنا هنا الهيدروكلوريك اسيد ال HCl الموجود في الاستومك مع مساعده اللي هو الفيتامين سي راح يحوله الى فيريك اللي هو ال FA2. ال FA2 راح يكمل مساره الى الانتستين يروح الى الديودينم. في هنا عندنا ميوكوزال سيل او نسميها الانتروسايت فيها كذا بورت اكثر من بورت اللي هو الفيرس ايرون، راح يدخل الى داخل اللي هو الانتروسايت او السيل الموجوده في الديودينم. هنا الان قدامه طريقين، يا انه طريق يتحول الى فيريك اجين ويتخزن على شكل نسميه ميوكوزال فيريتين. الميوكوزال فيريتين غالبا راح يطلع في الاستول نسميه شيدنج، هذا وان واي اللي هو ممكن ايش يروح فيه الايرون اللي هو الشيدنج ميوكوزال شيدنج.
أو المسار الآخر إنه يروح إلى السيركليشن للبلد ويمسك في نوع من البلازما بروتين نسميه ترانسفيرين اللي هو كارير حق الأيرون، لكن عشان يصير أو يمسك في الترانسفيرين لازم يكون فيريك يعني ثلاثي، بالتالي لازم يرجع مرة ثانية يتحول إلى فيريك هنا في هذه المنطقة اللي نسميها الفيروبورتين اللي هو مكان خروج الأيرون إلى السيركليشن. في عندنا النوع من البلازما بروتين ذكرناه سابقا اللي هو السيروبلازمين. السيروبلازمين هو عبارة عن كارير للكبر وأيضا له دور في عملية هنا الكونفيرجن من اللي هو الفرس إلى الفريك اللي هو الثلاثي، تحول إلى فريك ثلاثي راح إلى السيركليشن. عندنا الكارير اللي هو ترانسفير اللي هو كارير حق الأيرون. الآن إحنا في السيركليشن عندنا مسارين، يعني إنه يروح البومرو عشان يساعد في عملية الفورميشن حق الإريثروسايت أو إنه يروح ستور. ستور فين؟ ممكن يكون في السبلين في المصل، لكن المين ستورج عندنا اللي هو الليفر. يروح في الليفر إلى نوع آخر من البلازم بروتين نسميه الفيريتين ويتكون على شكل فيريتين بارتيكل في الليفر. هذا هو اللي هو المين خلينا نقول الطريق الآخر غير إنه يروح البومر ويروح إلى ستورج في الليفر. في عندنا زي الهرمون الموجود في الليفر نسميه الهيبسيدين، هذا عبارة عن سنسور خلينا نقول أو حساس لمستوى الأيرون. كل ما زاد عندنا مستوى الأيرون زاد عندنا ستورج زاد عندنا في البلد، تعمل زي الفيدباك انهيبيشن على اللي هو الفيروبورتين هنا، تقول له خلاص ما نبغى الأيرون يصير له ترانسفير إلى السيركليشن، نزيد عملية الشيدينج خليه يطلع برا في الستول. إذا حصل فيه نقص راح يصير العكس، راح يصير إنه مور ريليز للسيركليشن ويقل عندنا الشيدينج، وأيضا راح تعمل استيميليشن للفيروتين الموجود هنا تعمل ريليز. إذا حصل فيه أيرون ديفيشنسي راح تعمل ريليز للسيركليشن. فهذه اللي هي طريقة الايرون ميتابوليزم. هنا مثال عليه اللي هو البلازما بروتين اللي هو عبارة ترانسفيرين عبارة عن نوع من البلازما بروتين، أيضا الفيريتين يعتبر نوع من البلازما بروتين. هنا تقريبا نفس الكلام اللي ذكرته، لكن هنا الإضافة اللي بقوله إنه الايرون ميتابوليزم يكون يعني ريجوليتد، فاللي ناخده يساوي الإكسكريتد. نورمال إحنا بناخذ من الدايت تقريبا من 15 الى 20 ملي جرام بردي، لكن ما هو كله ابسورب، يعني قلنا غالبيته بيطلع مع الميكوزا الشيدنج، تقريبا 10% فما دون هو اللي يصير له ابسوربشن، لكن كميه الابسوربشن اللي هي اللي تصير تكون غالبا اكثر في الفيميل اكثر من الميل، لانه ون اوف ذا سورسز لللو ايرون خلينا نقول اللي هو البليدنج المنستريشن ون اوف ذا سورس انه كيف الايرون يطلع. بالتالي كمون في الفيميل مع المنستريشن راح يكون عندهم لو ايرون، فبالتالي نورمالي الابسوربشن في الفيميل يكون مور ذان الابسوربشن في الميل، وباقي الكلام هذا ذكرته في الصوره السابقه. طيب في عندنا شيء نسميه اللي هو ترانسفيرين ساتوريشن، هذا ممكن عباره عن تيست في اللاب المعمل اللي هو نشوف احنا عرفنا احنا دحين الترانسفيرين هو عباره عن الكارير، هو عباره كارير بروتين الايرون. فترانسفيرين ساتوريشن نسبه تشبع اللي هو الترانسفيرين بالايرون. فاحنا كيف راح نحسب ونجيب اللي هو السيرم ايرون عندنا قديش ونقسمه على اللي هو الترانسفيرين قديش عندنا موجود في السيركيليشن. فلنفرض عندنا مثلا 100 ترانسفيرين، ما بين 20 الى 50 من الترانسفيرين ماسك فيهم ايرون، ففي هذه الحاله الساتوريشن حقتها من 20 الى 50%، فاذا هذا يعتبر نورمال. لو قل عن 20% يعتبر ايش؟ عن ايرون ديفيشنسي. لو زاد عن 50% نسميه اوفر لود. طبعا قلنا قبل شوي انه لما يكون في عندنا ايرون ديفيشنسي راح يزيد عندنا الايرون ابسوربشن. في حاله الايرون ديفيشنسي احنا قلنا مثلا عندنا الترانسفيرين فيلو 100 عدده 100، فالنورمال من 20 الى 50. ففي حاله الايرون ديفيشنسي ال 20 الى 50% اللي هي البايندنج هذه ممكن تصير 5، فبالتالي راح يكون عندنا 95% فاضي. فعشان كذا احنا في هذه الحاله راح يكون عندنا ترانسفيرين زادت، بحيث انه زاد بسبب انه صار فاضي اكثر من انه ماسك فيه. فعشان كذا في حاله اللي هو الايرون ديفيشنسي راح نشوف عندنا اللي هو ترانسفيرين ساتوريشن راح يزيد. طيب عملية اللي هو الستورج حق الايرون، احنا قلنا ستورج هو في الروتين، لكن هو في العادة عملية الستورج
يمر بكذا مرحلة. في البداية الايرون لما يدخل إلى السيل، لما يدخل إلى السيل في البداية يكون لابايل أو فري ايرون حر، وبالتالي ممكن عند الحاجة يصير له موبيلايزيشن ويطلع إلى برا. لو كان في زيادة في الايرون راح يصير له ستورج، يصير له ستورج على شكل اللي هو الفيريتين، اللي هو عبارة عن الايرون ماسك في نوع من البلازما بروتين، هذا هو الفيريتين. عملية اللي هو الموبيلايزيشن أو عند الحاجة، عملية اللي هو الريليز له راح تكون نوعا ما، يعني خلينا نقول ما هي بسهولة الفري، راح يصير في موبيلايزيشن لكن خلينا نقول درجة ثانية بعد اللي هو الفري أو اللابايل. في نوع ثاني من الستورج اللي هو نسميه الهيموسيدرين، هو عبارة عن فيريتين، لكن جات هنا الماكروفاج عملت له زي الدايجستشن، فصاروا عبارة عن فيريتين، فيريتين بارتيكلز موجودة داخل الماكروفاج، هذا نسميه اللي هو الهيموسيدرين. هذا لو نشوف يعني الصورة عبارة عن مرحلة ثالثة، يعني غالبا اللي هو الموبيلايزيشن حقه أو عند الحاجة عملية الريليز تبعه تصير يعني almost يعني كانت يعني ما، فهذا يعتبر عن يعني fixed وكانت ريليز مقارنة بالفيريتين. هذه اللي هي المرحلة الثالثة من عملية الستورج اللي نسميها الستورج as hemosiderin. فلما نتكلم عن الديسوردرز اللي متعلقة بالآيرون، في عندنا زيادة وفي عندنا النقصان. الزيادة في عندنا نوعين متشابهين، أول واحد اللي هو الآيرون أوفرلود أو مسمى بالهيموكروماتوزيس، اللي هو فيه زيادة في الفيريتين، زيادة في السيرم آيرون، وزيادة أيضا في اللي هو ستورج as فيريتين. وفي عندنا نوع آخر مشابه له واللي هو زياده في الهيموسيدرين، ما هو زياده في يعني هو نوع من الايرون اوفرلود، لكن هنا راح يكون عندنا زياده في الهيموسيدرين. الفروقات يعني فيما بينهم يعني احيانا تكون صعبه التفريق ما بينهم، لكن الغالب الكوز في الهيموكروماتوز يكون انهيريتد، يكون في ابنورماليتي في الابسوربشن، يكون الشخص يكون عنده ابسوربشن عالي للايرون وبالتالي راح يزيد عند الاوفرلود. في اسباب ثانيه مثلا في المالتيبل ترانسفيوجن، لما واحد ياخذ بلاد ترانسفيوجن كثير فيه له ايرون كثير فراح يزيد عنده هيموليسيز. هيموليسيز راح نشوف قدام عمليه الديستراكشن حق الريد بلاد سيل كيف راح تطلع حديد ايرون. لما يكون عندنا ايرون كثير راح يؤدي اوفرلود، لو واحد اخذ ابر كثيره مثلا او ادويه كثيره فيها الايرون راح يزيد عنده اوفرلود. اشكاليه الايرون انه اذا كان بكميه كبيره ودخل في السيلز راح يعمل زي حاجه اللي هو الاوكسيديشن ويطلع اللي هو الفري راديكلز اللي هي المحصن هي تعمل الاورجان دامج. ممكن يكون في الريتيكولو اندوثيليال سيستم سواء كان الليفر سبلين، ممكن يكون في اورجانز ثانيه مثلا الهارت البنكرياس وغيرها تؤدي الى دمج في كذا اورجان. الهيموسيدروزز اقل يؤدي الى دمج، وفي الاماكن حق اللي هو الديستريبيوشن غالبا تكون في الاماكن اللي لها علاقه بالديستركشن حق الريد بلاد سيل، مثال على السبلين. يعني في البعض يعتبر الهيموسيدروزز يعتبر يعني نوعا ما نورمال، نورمال في الاماكن اللي يكون فيها ديستركشن مثلا في حالات السبلين راح يزيد عندنا الايرون، ممكن نشوف فيها الهيموسيدرين في حالات الليفر. فتوسم اكستنت اقل دمج من اللي هو الهيموكروماتوزيس. الايرون ديفيشنسي اسبابه كثيره، كمون اللي هو ديكريز ايرون انتيك، او مثلا في الكرونيك بلاد لوس زي الحاله الاسبوع هذا في البي بي ال كانت اللي هو الهيفي منيروجيا، الجي اي تي ديس اوردر راح يصير فيه عندنا ما في ابسوربشن، مثلا انكريز الديماند في حالات البريجننسي، او مثلا اقل ابسوربشن. احنا قلنا الابسوربشن يكون في الديودينم، فلما يكون مثلا في ابنورماليتي في الديودينم او مثلا سيليك ديزيز راح يكون يمنع عمليه ابسوربشن الايرون فراح يكون عندنا ديفيشنسي. طيب انتهينا من الايرون، هنا عندنا اللي هو الفوليك اسيد والفيتامين بي 12. احنا قلنا هذه اهميتها انه راح تعطينا النيوكليك اسيد بالتالي راح تساعد في عمليه اللي هو الدي ان اي فورميشن والديفيجن وهكذا. هاي هنا في اختلاف عن الموجود عندكم في الشريحه، لانه قيل لي اليوم انه الفيتامين بي 12 ما يعني ما اخذته اللي هو عمليه الميتابوليزم، فانا اضفت الصوره هنا بمر عليها سريعا. احنا عندنا الفيتامين بي 12 ناخذه في الدايت، السورس في الدايت يكون فقط من الانيمال برودكت سواء اللحوم البيض الحليب وهكذا، فهذه عباره السورس حق اللي هو الفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 وانس انه ناخذه، في عندنا السليفري جلاند، السليفري جلاند راح تعطينا بروتين يسميه ار بروتين او له مسمى اخر اللي هو الهبتوكرين او له مسمى اخر اللي هو ترانسكوبالامين 1، فراح تعمل بايند مع البي 12
راح يصير زي الكومبلكس. اهميته انه راح تعطيه سم كايند اوف بروتكشن من الهيدروكلوريك اسيد او الاتش سي ال في الاستومك عشان يعدي من الاستومك ويروح الى الانتستين. في نفس الوقت احنا قلنا الاستومك فيها الهيدروكلوريك اسيد اللي تساعد في عمليه اللي هو الكونفرجن حق الايرون. ايضا راح تطلع لنا اللي هو نسميه الاي اف اللي هو الانترنسيك فاكتور. الاستومك راح تطلع الانترنسيك فاكتور راح يمشي في الانتستين يروح عندنا جهه الديدنم. في راح يطلع عندنا من البنكرياتيك انزيمز التريبسين وغيرها راح تعمل زي الدايجستشن او اللي هو اللي قلناه اللي طلع من السليفري جلاند اللي هو الهابتوكرين راح تفكه من البي 12 وراح يصير فري. في هذه الحاله راح يمسك فيه اللي هو الانترنسيك فاكتور اللي طلع من الاستومك بالتالي راح يكمل مساره اللي هو الديدنم الجيجنم راح يروح عند التيرمينال ايليوم. هنا راح ينفك من الانترنسيك فاكتور وراح يروح الى السيركليشن راح يصير له ابسوربشن في التيرمينال ايليوم وراح يمسك في نوع من الكارير بروتين نسميه ترانسكوبالامين 2 لانه هذا كان ترانسكوبالامين 1 لكن الغالب لما نقول كلمه الترانسكوبالامين نقصد فيه اللي هو الكارير الموجود هنا. المسمى الشائع هنا اللي هو الار بروتين او الهابتوكورين صار له كارير في الترانسكوبالامين يروح الى الليفر يصير له ستورج عند الحاجه ممكن يطلع الستورج حق الليفر تقريبا ما بين 2 الى 5 ملي جرام. هذا راح يكون انف فور ميني ييرز يعني راح يكفي الشخص لسنوات كثيره. وبالتالي عمليه الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ما هي كامون بسبه اللي هو الديفيشنسي في الناس اللي ما ياكلوا الفيتامين بي 12 كثير ما لم يكون في الناس اللي هم الكرونيك فيجيتيريان اللي يكون لفترات طويله يعني هم فيجيتيريان فترات طويله ما بياخذوا ابدا فيتامين بي 12 ولا سبلمنت. في هذه الحاله ممكن يكون عندهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي جزء منه راح يروح للكيدني اكسكريشن اذا في حاجه راح يصير ابسوربشن من الكيدني. هذا باختصار اللي هو المسار حق اللي هو الفيتامين بي 12. في ايضا مسار اخر للفوليك اسيد بس ما راح يعني يمدينا الوقت نتكلم عنه لانه فيه له عباره عن في زي العلاقه ما بين الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 لازم الثاني واحد يساعد الثاني يعمل زي كايند اوف دونيشن للميثايل جروب وهكذا لكن ما راح اتطرق له الان فقط تكلمت عن الفيتامين بي 12 هو الاهم حاليا بالنسبه لي. من ضمن الفاكتور اللي مهم عندنا في الاريثروبايسيس عندها اللي هو الكبر اللي قلناه من اول اللي هو عباره عن النحاس والكوبالت هذه عباره عن تريس يعني كميه قليله مره نحتاجها. هذه مثلا مفيده في حالات يعني اهميتها انه تزيد عندنا الافيلابيليتي حق الايرون واحنا شفنا مثال عليها اللي هو السيروبلازمين الكاريه حق الكبر راح يساعد في عمليه الكونفرجن فهو له دور في عمليه اللي هو الافيلابيليتي حق الايرون. وفي عندنا الهرمونز احنا قلنا في عندنا الميدياتورز اول شيء كان الاريثروبايتين في عندنا هرمونز في هرمونات تزيدها الاندروجين الميل هرمون ثايروكسين الجلوكوكورتيكويد كلها تزيدها لكن الاستروجين يقللها فعشان كذا هذا واحد من الاسباب اللي نقول ليش عدد الريد بلاد سيل او الهيموجلوبين يكون اقل في الفيميل ذان ميل يعتبر واحد من الاسباب. وايضا نحتاج اللي هو الهيلثي اورجنز يعني لو كان عندنا بون مارو وما هو شغال فبالتالي ما راح يكون في اريثروبايسيس نفس الشيء الليفر والكيدني فلازم يكون ايش هيلثي فانكشنينج اورجنز. الاريثروسايت اللي قلنا عليها هذه هي ايش الكونتينت حقتها ووتر 60% ستروما اللي هي ستروما البروتين اللي تعطيها الشكل اللي هو الديسك اللي قلناه اللي هو المقعر هذا ففي ستروما البروتين زي اللي هو نسميها السيتوسكيلتون بروتين اناكارين سبكترين وغيرها من ضمن الكونتينت اللي هو الهيموجلوبين هو الموست امبورتنت اللي هو يؤدي الفانكشن الرئيسيه للريد بلاد سيل. في عندنا اللي هو الاورجانيك والان اورجانيك سبستانس سواء كان الكاتيونز والانيونز واللي هو بعض الانزيمز زي الكربونيك انهيدريز هذه راح نجيب سيرتها ان شاء الله في المحاضره القادمه. فانكشن حق الاريثروسايت ممكن نقسمها فانكشن للممبرين فانكشن للهيموجلوبين اللي هو الكونتينت المين كونتينت. الممبرين قلنا انه الشكل حقه اللي هو البايكونكيف وديفورمبل عشان كان سكويز ثرو نورو كابيلاريز وانه يكون سيمي بيرمبل اللاو اللي هو قلي البوتاسيوم انسايد والصوديوم اوتسايد في ان اي كي بامب موجوده هنا. ايضا انه ايش مهم جدا انه الممبرين يكون انتاكت يعني يكون سليم عشان يحافظ على الهيموجلوبين يكون انسايد لانه الهيموجلوبين يعتبر فري توكسيك اف ريليزد انتو سيركيليشن. الهيموجلوبين لو حصل له ريليز صار فري في السيركيليشن ممكن يؤدي الى عده مشاكل فور اكزامبل ممكن بسم يعني سم
بروسيس يعمل زي الكونسامشن اللي هو النيتريك اوكسايد، ونعرف احنا النيتريك اوكسايد فازو دايليتور فراح يقلله، بالتالي راح يصير عندنا فازو كونستريكشن، ايضا راح يعمل بايند مع يصير له زي الاوكسيديشن، يتحول الى اوكسيدايز هيموجلوبين، بالتالي راح يعمل برضو سم كايند اوف بروسيس، راح يطلع عندنا الاوكسيديتيف دامج والراديكال الهيدروجين بروكسايد وغيرها، ايضا راح يعمل ستيميليشن لسم كلوتينج فاكتورز، ستيميليشن ايضا لسم بليتليت ادهيجن. المحصله النهائيه راح يزيد عندنا الريسك اوف ثرومبوزيس تكوين الجلطه، فهذا يعتبر ون ريسك، بالاضافه اللي قلناه اللي هو الفاسكولار ريزيستنس سواء حصل اللي هو عندنا اللي هو الفازو كونستريكشن، فممكن يؤدي الى مور ورك اون ذا هارت سواء هايبرتنشن او كاردييك انلارجمنت او هايبرتروفي. ايضا من ضمن الفانكشنز وجود اللي هو الاجليوتينوجين اللي هي عباره عن الريد بلاد سيل انتيجنز، وهذه راح نتكلم عنها لما نتكلم عن البلاد جروبز ان شاء الله. الفانكشن حق الهيموجلوبين، احنا عارفين الهيموجلوبين هو عباره عن كارير للاكسجين من اللنج للتيشو، وكارير للسي او 2 من التيشو الى اللنج. ايضا له فانكشن في حاله اللي هو البي اتش بافر سيستم، له دور في انه كيف يتحكم في البي اتش على مستوى اللي هو سيستميك كابيلاريز وعلى مستوى اللنج. في المحاضره القادمه ان شاء الله نتطرق لهذه الفانكشن. طيب النورمال كاونت عندنا حق الاريثروسايت الميل يكون من 5 الى 5.5 مليون بير كيوبيك مليمتر، المليمتر مكعب. الفيميل يكون اقل تقريبا بنص، في البيدياتريك والاطفال النيو بون يكون عندهم عالي لانه في حاله اللي هو الحمل يكون الاكسجين عندهم الكونسنتريشن يكون عندهم عالي، فبالتالي لازم يكون في عندهم ريد بلاد سيل عاليه عشان تقدر كاري لكميه الاكسجين هذه، فيكون عندهم النمبر حق الريد بلاد سيل تكون عندهم عاليه. النورمال هيموجلوبين راح يكون عندنا في المين من 13 الى 16، في الومن من 12 الى 15 جرام بير دي سي لتر. هنا نلاحظ الوحده تختلف عن الحاله اللي جاتنا اليوم كانت جرام بير لتر، في هذه الحاله جرام بير لتر لما نحولها من لتر الى دي سي لتر نقسمها على 10، اذا نبغى نحولها من دي سي لتر الى لتر نضربها في 10، فقط اختلاف وحدات. اذا زادت عندنا عن الارقام هذه راح يؤدي الى بوليسيثيميا، اذا قلت او قل الهيموجلوبين راح يكون عندنا اللي هو الانيميا. البوليسيثيميا اللي هي عباره عن زياده في الريد بلاد سيل، ممكن تكون عباره عن برايمري يكون في مشكله في البون مارو سواء تيومر بسبب راديشن بسبب كيموثيرابي وتفر، راح يزيد عندنا برودكشن حق الريد بلاد سيل. ايضا ممكن عندنا سكندري لايش، مثلا في حالات الهايبوكسيا احنا قلنا اللي هو المين ستيمولس الاريثروبيتين هو الهايبوكسيا، واحد مثلا عنده كرونيك هايبوكسيا سموكر لنج بروبلم في الهاي التيتيود راح يزيد عنده برودكشن حق الريد بلاد سيل. الرينال ديزيز ممكن او التيومرز هذه كلها راح تساعد وتزيد في عمليه البرودكشن حق الاريثروبيتين، فبالتالي راح يزيد الاريثروسايت. يعني تخيل انه البلد زادت كميه الريد بلاد سيل، زادت اللي هو السيلولر كومبوننت، وبالتالي راح يكون ثيك او خلينا نقول الفيسكستي حقته زادت، فبالتالي هذا يعني راح يكون ون بارت من اللي هو احنا نفتكر المعادله حق الهايبرتنشن في عندنا توتال بريفرال ريزيستنس، فهنا ون بارت اللي هو لو زاد عندنا الفيسكوسيتي فبالتالي راح تزيد عندنا البريفر ريزيستنس، تزيد اللي هو اللود على الهارت، فهذه يعتبر ون اوف ذا كومبليكيشن البوليسيثيميا. الانيميا باختصار طبعا راح تاخذوها في محاضره منفصله، الانيميا فيها انواع كثيره لكن هنا انا اختصرتها في اربع انواع، اسمها ديفيشنسي انيميا او النقص، الموست كومن اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا، في نوع ثاني نسميه البرنيشس انيميا اللي هو نقص في الفيتامين بي 12 او الفوليت. احنا قلنا اول الفيتامين بي 12 الاستورج حقه من 2 الى 5 ملي جرام، ويعتبر كميه كبيره كان بي انف لسنوات كثيره، يعني هذه كميه تعتبر كبيره، فالديفيشنسي بسبه الانتيك للفيتامين بي 12 زي ما قلنا ما هو كمون ما لم يكون في الناس الكرونيك فيجيتيريان، لكن السبب الغالب يكون ديكريز الانترنسيك فاكتور اللي قلنا من الاستومك، مثلا في مشكله في الاستومك اوتو اميون او اي شيء يمنع البرودكشن او يأثر في عملية البايندينج الانترنسيك فاكتور مع الفيتامين بي 12، بالتالي ما راح يصير ابسوربشن راح يقل عندنا الفيتامين بي 12. الهيمولوتيك انيميا، هيمولوتيك يعني في هيموليسيز يعني في ديستركشن ريد بلاد سيل، مثلا في حالات الثلاسيميا السيكل وغيرها. ابلاستيك انيميا معناته في بون مارو فيلير في فانكشن
بون مارو، وبالتالي لما يكون بون مارو احنا قلنا هو السايت حق البرودكشن حق كل السيلز، راح يكون في انيميا، راح يكون ايضا عندنا ثرومبوسايتوبينيا، ويكون عندنا لوكوبينيا، كل اللي هو البلد سيل راح بي افكتد. انيميا اوف انون اور انسيرتين اوريجين، احيانا ما احنا عارفين ايش السبب، ما هو واضح بالنسبه لنا، ممكن يكون كرونيك انفكشن سواء كان ارثرايتس اني كايند اوف انفكشن، ممكن ايضا اللي هو البارازيتيك اللي هو الطفيليات مثل الملاريا ممكن تؤدي الى هيموليسيس، تؤدي الى انيميا، الرينال فيلير، الليفر ديزيز، الليفر ديزيز ممكن يؤدي الى انيميا، لانه قلنا هو سايت حق البرودكشن حق الكلوتينج فاكتور، فلما يكون في مشكله ممكن يصير في بليدنج عالي، ممكن يصير في مال نيوتريشن، اللي احنا عارفين الليفر هو سايت حق اللي هو يعني اللي هو اللي يتحكم في عمليه اللي هو البروتين سينثيسيس والكلام هذا كله. المالجنت ديزيز ايضا ممكن يؤدي الى نوع من الانيميا، يقل في عمليه البرودكشن، ممكن يؤدي ايضا الى مال نيوتريشن فيصير ديفيشنسي انيميا. الريد بلاد سيل اللي احنا قلنا في لها يعني خلينا نقول لايف سبان او خلينا نقول عمرها 120 يوم، اللي هو المتوسط حق له 120 يوم. بعدها راح يصير لها ديستركشن، فين راح يصير لها ديستركشن؟ في الريتيكولو اندوثيليال سيستم، كذا اورجان، ليفر، ممكن البون مارو، لكن هو المين اللي هو السبلين، هو السايت او المقبره حق الريد بلاد سيل. العمليه الديستركشن هذه ايش اللي يصير فيها؟ احنا قلنا المكونات حقتها الاساسيه عندنا الهيموغلوبين، هو المكون الاساسي حقت الريد بلاد سيل. الهيموغلوبين، الجلوبين هو عباره عن البروتين بارت، البروتين بارت راح يتكسر الى امينو اسيد، يصير له ريسايكل ونستخدمه مره ثانيه. باقي عندنا اللي هو الهيم، الهيم عباره يعني عن مكونين وليس مكون ايرون فقط، هو عباره عن ايرون مع مركب اخر اسمه بورفرين او بروتو بورفرين. الايرون لحاله كايرون يروح الى السيركليشن والكارير بروتين حقه زي ما قلنا ترانسفيرين، يا انه ري يوزد في عمليه اللي هو الريتروبيسيس او انه يصير له ستورج. تمام، بقي عندنا اللي هو النوع الثاني او خلينا نقول المكون الثاني من الهيم اللي نسميه البورفرين. هنا هذا راح يصير له يتحول الى مركب لونه اخضر نسميه البيليفيردين. البيليفيردين راح يصير له ريدكشن الى اللي هو البيليروبين، البيليروبين اللي هي الماده الصفراويه في هذا المرحله نسميها انكونجيجيتد او نسميها الووتر انسولابل، ما هي سولابل في الووتر، فهذه لازم يصير لها عمليه كونجيجيشن عشان تصير سولابل، تروح الى الليفر. عشان تروح الى الليفر هي ووتر انسولابل، في السيركيليشن لازم يكون في كارير بروتين يشيلها اللي هو عندنا هنا رقم 10. الكارير بروتين نسميه البومين هنا، هذا اذا اكزامبل اخر للفانكشن حق الالبومين، هي كارير للاندايركت او الانكونجيجيتد بيليروبين، يروح الى الليفر يصير له عمليه اللي نسميها الكونجيجيشن مع جلوكرونيك اسيد، صار الان ووتر سولابل، يروح الى البايل، البايل يروح الى الانتستين، في عندنا بكتيريا في الانتستين تعمل له زي الاوكسيديشن وتحوله من الدايركت او الكونجيجيتد بيليروبين الى نسميه يورو بايلونوجين. اغلب اليورو بايلونوجين راح تشتغل عندنا هنا ايضا بكتيريا اخرى راح تسوي زي الاوكسيديشن لليورو بايلونوجين نسميه ستيركو بايلونوجين، يطلع في الفيسز، فهذا مسؤول عن اللي هو اللون حق الفيسز اللي هو البراون. جزء قليل من اليورو بايلونوجين راح يروح الى الكدني ويتحول الى يورو بايلين فيعطينا اللون الاصفر لليورين. عشان كده في الناس اللي يكون عندهم الماده الصفراويه زايده او الجونديس نسال دائما عن لون اليورين وعن لون الفيسز، لانه اذا كان عندهم كميه كبيره من البيليروبين راح نشوف اللون يصير دارك، لون الفيسز يصير دارك واليورين ممكن يصير لونه دارك كانه احمر. هنا قلنا الالبومين هو عباره نوع من البلازما بروتين. طيب بالنسبه للاذر تو تايبز انا ما راح افصل فيها، اللي هو اللوكوسايت اللي هو الوايت بلاد سيلز، فقط مرور سريع عليه، احنا طبعا لازم نكون راجعناه من اللايف سايكل من الفيرست سيمستر، فمهم جدا ننتبه له لانه يعتبر ون اوف ذا اي ال او للاسبوع هذا اللي هو اللوكوسايت ريفيزيت. باختصار اللي هو عباره نفس الكلام نسميه عمليه اللوكوبيسيس، زي ما قلنا ريثروبيسيس، في عندنا اللوكوبيسيس اللي عمليه الفورميشن حق اللوكوسايت سواء كان مايلويد او كان ليمفويد. نفس الشيء في عندنا ميدييتورز سايتوكاينز مثل انترليوكين 2 4 وغيرها، الكولين ستيميليتنج فاكتورز راح تتحكم في which cell is produced. وبالنسبة للنورمال كاونت الوايت بلاد سيل من 4500 إلى 11000، إذا زاد نسميه لوكوسايتوزيس، إذا قل نسميه لوكوبينيا. هنا جدول بس مقارنة سريعة بين اللي هو two main types اللي هو الجرانيولوسايت والأجرانيولوسايت.
خلينا نقول الايرلي سيلز او البريميتيف سيلز نسميها الميلوبلاست اللي راح يصير لها عمليه البروفريشن راح تحول لنا الى الديفرنت تايبس اوف جرانيولوسايت اللي هي الايزينوفيل والنيوتروفيل والبيزوفيل. في حاله الاجرانيولوسايت عندنا اللي هو المونوسايت الايرلي سيلز نسميها مونوبلاست راح يصير لها الديفرنشيشن وماتوريشن للمونوسايت. وفي عندنا الليمفوبلاست اللي راح تحول لنا بعدين الى الليمفوسايت. وكل واحدة فيها عملية نسميها بيوسيز جرانيول بيوسيز ليمفو بيوسيز وهكذا اللي عملية ايش البرودكشن حقتها. السايت حق الماتوريشن زي ما احنا عارفين انه جرانيولوسايت الماتوريشن حقها في البون مرو، لكن الاجرانيولوسايت في اختلاف. المونوسايت يكون غالبا في البريفرال بلاد، الماكروفاج والدندرتيك سيل يكون في التيشوز. البي ليمفوسايت احنا نعرف اللي هو الماتوريشن في البون مرو، لكن عملية البرودكشن حق الانتي بودي من البلازما سيل يحصل في اللي هو الليمفويد اورجانز. والتي سيلز عمليه البرودكشن في البومر، ولكن عمليه الماتوريشن يكون في اللي هو الثايموس. اغلب الوايت بلاد سيل تكون من هذا النوع اللي هو الجرانيولوسايت 30 تقريبا فوق ال 75% 30% النوع الاخر اللي هو الاجرانيولوسايت. مين فيتشرز اندر مايكروسكوب غالبا هذه اللي يسموها الجرانيولوسايت عباره سيتوبلازم فيلو جرانيولز كثيرة فيها اللي هو الجرانيولز هي المواد اللي راح تساعد في الفانكشن حقتها سواء كان لايزوزوم سواء كان هيستامين سواء كانت غيرها، فعشان كده نسميها جرانيولوسايت. والنيوكليس هنا تكون لوب عبارة عن فصوص سواء 2 3 وأكثر، هنا ما راح يكون في جرانيولز. فالمين فانكشنز احنا عارفين النيتروفيل والإيزينوفيل والبيزوفيل، فبالتالي لها دور فاجوسيتوزيس الألرجيك والبارازيتيك انفكشن. وبالنسبة للأجرانيوسايت عندنا مثلا اللي هو التي سيلز المونوسايت النيتشر كيلر سيل كلها ممكن تعمل فاجوسيتوزيس. عندنا البي سيل البي سيل طبعا هي حق اللي هو لها دور في عملية البرودكشن انتي بوديز، هي والدينترتيك سيل لها دور في الانتيجين برزنتيشن وايضا لهم دور في السكريشن حق السايتوكاينز. اللايف سبان مختلف بناء على السيلز، لكن عموما هو رينج من نص يوم الى تقريبا 20 يوم. النوع الاخير من السيلز اللي هي ثرومبوسايت او اللي نسميها البليتلت، هي عباره عن سمول سيلز تقريبا من 2 الى 4 مايكرومتر سمولر دان اللي هو الريد بلاد سيل. النورمال كاونت من 150000 ل 450000 متوسط 300000. لايف سبان من 7 ل 12 يوم. عمليه البرودكشن حقها تبدا برضو نفس الكلام من الميلويد الستيم سيلز، لكن هنا في عندنا ميدياتورز مختلفه شويه عن الاريثروبايت عن الاريثروسايت. هناك كان عندنا اريثروبايتين، هنا عندنا ثرومبو بايوتين هرمون يعمل ستيميليشن للستيم سيل عشان تمشي في مسار اللي هو الميجا كاريوسايت ويساعد في عمليه البروفريشن والديفرنشيشن. في عندنا ايضا سايتوكاينز انترلوكين 9 ايضا له دور هنا انترلوكين 11. فالايرلي سيل احنا قلنا في عندنا بلاست، فالايرلي سيل نسميها ميجا كاريو بلاست راح تكبر تحول الى ميجا كاريوسايت. عندنا هذه هي 1 سيل ميجا كاريوسايت كبيره. الميجا كاريوسايت راح تعمل زي البودينج او زي البراعم تطلع منها. هذه هي البراعم اللي هي راح يصير لها ماتوريشن في النهايه راح تتحول الى بليتليت. عشان كده احنا نقول ممكن واحده فقط سيل واحده من الميجا كاريوسايت تعطينا تقريبا الى 10000 اب تو 10000 بليتليت من السيل واحده. فهذه هي نسميها جاينت سيل او هي السيل الام اللي تعطي الى البليتليت. المين فانكشن حق البليتليت اللي لها دور في عمليه الهيموستيز اللي هي الستوب بليدنج، وهذه ان شاء الله راح اتكلم عنها بتفاصيل يعني كيف راح تصير وايش الستيبس وهكذا في محاضره الهيموستيز ان شاء الله. تقريبا هذا اللي عندي انا. بس قبل ما افتح المجال للكويشنز في بناء على السنوات انا احاول اجمع الاسئله من زملائكم السابقين، احاول اجمعها واطرحها يعني قدامكم بحيث انه يعني نجاوبها مع بعض. المعظم يعني للي يعني قرا المحاضره وعرفها يعرف الجواب بناء على اللي في المحاضره اللي قلناه الكلام. اول سؤال كان يجيني ليش الانفلاميشن ريديوس الالبومين الى الجلوبولين ريشيو. احنا قلنا عندنا الالبومين الريشيو هذه الالبومين على الجلوبولينز، اذا الالبومين قل وزاد الجلوبولين راح يقل عندنا الريشيو. ففي حاله الانفلاميشن طبيعي راح يكون في عندنا ايش، راح يكون في عندنا سايتوكاينز وايضا في عندنا انتي بادي راح تكون. والانتي باديز
هي عبارة عن جلوبولين، وبالتالي راح زيادة الجلوبولين راح تقل عندنا الريشيو. فهذا واحد من الكويستشنز. كويستشنز آخر يتكلم اللي هو why does the amount of transferrin increase في الايرون ديفيشنسي لكن الترانسفيرين ساتوريشن ديكريز؟ احنا قلنا لو نفرض ان في عندنا الترانسفيرين ساتوريشن النورمال من 20 إلى 50%، خلينا 50% bound to transferrin وفي 50% unbound. ففي حالة الايرون ديفيشنسي اللي هو 50% الباوند ممكن تصير 10%، ال 50% الانباوند في هذه الحالة راح تصير 90%. فعشان كذا احنا نقول بالرغم من انه قل الايرون ترانسفيرين ساتوريشن او التشبع حق الترانسفيرين هو نفسه، لكن ريلاتيفلي زاد لانه كمية الايرون الفري الموجودة في السيركيليشن قليلة، فبالتالي راح يزيد عندنا اللي هو ايش الترانسفيرين اسمه ايش ساتوريشن. هذا واحد من الأسئلة. السؤال كان يتكلم what is the difference between the transferrin difference between the transferrin والأبو transferrin. في أحد عارف السؤال هذا؟ أعتقد أنه سبق يعني أخذت ايش هو البروتين والأبو بروتين، ايوه اخذناها. طيب ايش الفرق مثلا بين الترانسفيرين والابو ترانسفيرين؟ ممكن جزء منها. وغالبا السبب يكون انه لما يكون ابو ترانسفيرين او خلينا نقول انه هو الابو بروتين تكون unbound، بالتالي الابو ترانسفيرين هو عباره عن ترانسفيرين لكن ما هو باوند للايرون. فلما نتكلم احنا على الترانسفيرين ساتوريشن، لو ممكن لو ابغى افصل فيه ممكن اقول اللي هو الابو ترانسفيرين اللي هو الفري. فاحنا ممكن نقول اذا كان ترانسفيرين ساتوريشن ممكن جزء منه اللي هو الفري ممكن ما نسميه ترانسفيرين نسميه ابو ترانسفيرين، والجزء الباوند نسميه اللي هو الترانسفيرين. تمام. الفرق بين الاثنين انه عباره عن واحد باوند والثاني ما هو باوند، زي اللي هو الفيريتين، في ابو فيريتين وفي فيريتين. اذا كان ماسك في الايرون اذا هو نسميه فيريتين، اذا كان ما هو ماسك نسميه ابو فيريتين. السؤال الاخر اللي كان يجيني ايش الفرق بين الفيريتين والترانسفيرين؟ احنا شفنا الترانسفيرين هو عباره عن كارير للايرون في السيركيليشن، يعني عباره عن كارير، لكن الترانسفيرين اللي هو الاول الفيريتين معلش الفيريتين هو عباره عن اللي هو الفورم الكايند اوف ايرون اللي يصير له ستورج، هو عباره عن ستورج از فيريتين. هنا سؤال مهم ما يعني ما نلخبط مع المحاضره القادمه اللي هو ان وات فورم اوف ايرون دو ترانسفيرين اند فيريتين بريزنت. احنا قلنا يكون في حاله الفيريك اللي هو فيه له 3 اتومز او 3 معلش الكترونز، يكون في حاله الفيريك. لكن ننتبه انه في الحاله في المحاضره القادمه لما نتكلم عن عمليه الغاز ترانسبورت والاكسجين لما يمسك في الايرون او في الهيموجلوبين لازم يكون الايرون في حاله اللي هو الفرس اللي هو 2 الكترونز. آخر سؤال اللي هو الفرق بين الهيموكروماتوزيس والهيموسيدروز. احنا قلنا هذه كلها تعتبر both iron deposition disorders. قلنا انه في واحد منها يكون زيادة في الايرون اللي هو storage as a ferritin، والثاني يكون زيادة في الهيموسيدرين. وفي حالة الهيموكروماتوزيس يكون في زيادة في السيرم ايرون، ويكون هذا ما هو فقط في الريتيكولوندوثيليال سيستم والأورغان، يكون generalized ممكن يكون في الهارت والإندوكرين أورغانز وغيرها، فيكون more toxic أو more damage. لكن الهيموسيدروزيز زي ما قلنا عبارة عن هيموسيدرين ديبوزيشن، وغالبا يكون في الأماكن اللي يكون فيها الآيرون كثيرة اللي هي مثال على السبلين، قلنا اللي هي عبارة عن المقبرة، فبالتالي راح يكون في الآيرون كثير مع الديستركشن راح يكون في آيرون كثير، في الحالة ممكن يكون نشوف فيها الهيموسيدروزيز للسبلين، قد يكون في الليفر أيضا. تقريبا هذه فقط 6 أسئلة جاتني، فأنا بس حبيت أطرحها يعني عشان لو في أحد واجه نفس الأسئلة، وإذا في أحد عنده سؤال تفضلوا. إيه دكتور شو اسمه؟
هل ممكن شرب الأثاء الحمراء عصيرات زي كذا تزيد من كريات الدم الحمراء؟ إيش هي؟ يعني تزيد نسبتها كريات الدم الحمراء red blood cell. هل إيش؟ إذا شربنا عصيرات لونها أحمر هل ممكن تزود نسبتها؟ عصيرات أحمر زي إيش؟ توت أي شيء أحمر؟ لا لا ما أنا الحين بتكلم عن الريد بلاد سيل اللي يعطيها اللون الأحمر هو عبارة عن الهيموغلوبين. أنا لو بتكلم بقول إيش اللي ممكن يزيد عندنا في الريد بلاد سيل، إحنا ممكن نأخذ الشغلات اللي مثلاً اللي هي السبستانس اللي تكلمنا عنها اللي هي الآيرون الفوليك البروتينز والشغلات هذه اللي تصير، لكن العصيرات عبارة عن سكريات، هذه كلها مجرد ألوان وأصباغ ما لها علاقة في الريد بلاد سيل. اللي لها علاقة في مثلا في بعض الأكولات مثلا زي الكبد، مثلا الناس اللي يكون عندهم أنيميا ليش نقول لهم كلوا كبد، أو مثلا الحالة حقتنا اللي حق اليوم أعطوها علاج اللي هو الفرس عبارة عن حبوب آيرون، فإحنا ممكن يعني بهذه الطريقة ممكن يعني نساعد في عملية الإريثروبايسيس. أما إنه عصير عبارة عن سكر ما له علاقة. ممكن أنت تقول عصير فيه له حديد أقول لك أوكي، أو مثلا ممكن اللي هو الفيتامين سي to some extent، نعم لأنه الفيتامين سي زي ما قلت أول إنه الفيتامين سي راح يشتغل مع الهيدروكلوريك أسيد اللي هو HCl يساعد في عملية الكونفيرجن للآيرون من الفرك إلى الفرس. فأحيانا ممكن لو واحد مثلا يبغى يدور على الآيرون يفضل إنه يأخذ مع الآيرون يأخذ فيتامين سي. هذه كإكزامبل لو مثلا تبغى تزيد عندك اللي هو عملية الآيرون أو الأبسوربشن تحتاج إنه مثلا فيتامين سي يساعد في عملية الكونفيرجن عشان فيما بعد راح يصير فيه أبسوربشن. فهمت علي؟ إيه فهمت دكتور. أنا سألت عشان أغلب الوقت لما يصير فيه تمرع بالدم يقول للشيخ أشرب أشياء هذا هذا لا لا هذا شيء ثاني أنا راح أتكلم عنه أيضا، يعني ذكرت أو راح أذكره في واحد من الأسئلة اللي سألوه زملائكم ليش بعد التبرع الدم نعطيه اللي هو العصيرات. عموما الجواب كان إنه تقريبا تبرع الدم راح يأخذ تقريبا ما نسبته 10% تقريبا من التوتال اللي هو البلد فوليوم، بالتالي راح يكون عندك في دروب في اللي هو الفوليوم حق البلد، بالتالي راح يكون يعني متخيل كمية الدم راحت منها 10%، بالتالي راح يكون في شوية تعب المصل البرين. هذه فقط عبارة عن يعني خلينا نقول temporary support عشان الواحد يبدأ شوية يعني support مؤقت، الواحد يعني بعد الراحة يقدر شوية يعني يساعد ويتحرك، لكن فقط عبارة عن support، لكن ما راح تزيد عملية erythrobiasis. لكن احنا قلنا erythrobiasis لما يكون عندنا أنيميا أو في حالة bleeding أو hemorrhage هذا بكبره stimulus. فأنت حتى لو ما أخذت الشراب ولا الشغلات هذه عملت donation قل عندك البلد الفوليوم قل مقارنة بالطبيعي 10%، هذا كبر ستيمولس الإريثروبيتين يزيد عندك عملية البرودكشن. لكن العصيرات فقط عبارة عن سبورت، فقط عبارة يعني فيها شوغر، حاجة فقط عبارة عن سبورت ما هي عبارة عن، لأنه عشان ما يخاف يصير لك هايبوتينشن ولا شيء زي كده، فعبارة عن سبورت فقط. واللون ما له دخل صح يا دكتور؟ اللون العصير لون عبارة عن صبغة شيء. لا اللون صبغة، لا اللون صبغة ما له علاقة. انت ممكن تاخذ مثلا عصير فيه له فيتامين سي برتقالي يكون افضل من عصير لون احمر من ناحيه الاريثروبايسيس. اللون ما هو انديكيشن. تمام يا دكتور. طيب انا اذا ما في سؤال انا ما ابغى اطول، اعتقد في عندكم محاضره بعد هذه، لكن اذا في اي سؤال انا متواجد اي وقت سواء على الايميل او على الواتساب، لكن اتمنى يعني اللي قبل ما يسال السؤال يكون شاف المحاضره وسمع الكلام يعني اللي قلته انا، عشان يعني انه غالب الكويستشنز اللي تكون جيني سبق ذكرها، يعني فقط اتمنى يعني تو سيف يور تايم وماي تايم، انه يعني فقط في البدايه نكون ريد الليكتشر ونسمع للريكوردينج. انا ما ادري عملت ريكوردينج ولا لا، لكن انا ما عندي مانع يعني الفائده نعمل ريكوردينج. ف يعني اي وقت انا موجود في اي سؤال. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم، التوفيق إن شاء الله، نشوفكم إن شاء الله على خير.